السلام عليكم ورحمة الله. شابتر الثاني في تسلسل مادة الكمبيوتر فيجن لطلبة الدراسات العليا في قسم هندسة الحاسبات كلية الهندسة بجامعة البصرة هو ما هي الإيمج هاندلينج والإيمج بروسيسنج اللي نحتاجها، العمليات الأساسية للتعامل مع الصور، على اعتبار التعامل مع الصور هي من الأشياء الأساسية في التخصص الكمبيوتر فيجن والرؤية الحاسوبية. طبعا حتى أتعامل مع الدوال المختلفة أو الصور عفوا المختلفة أحتاج إلى بعض الدوال الرياضية اللي في لغة بايثون. أول دالة اللي احنا تقريبا بدينا بها في محاضرة سابقة اللي هي اللايبراري أو المكتبة بول بايثون إيمج لايبراري. هذه هي المكتبة جدا مهمة لإجراء بعض العمليات على الإيمجز مثل عمليات الريسايزنج، الكروبينج والروتيتنج. كمثال بسيط احنا شارحينه مسبقا، اذا اريد اقرا افتح ايمج او اقرا ايمج، اذا اريد نقرا ايمج معينه ف طبعا لازم بالبدايه نستورد المكتبه، نستدعي المكتبه بول في البرنامج ونستدعي الموديول. الايمج هو الموديول الموجود في اللايبراري بول. هذا الموديول بعده عمليات، منها الاوبن. فمن أقول الموديول دوت والأوبن اللي هي العملية المطلوبة وهي قراءة الصورة، هذه الصورة اللي مسمات empire.jpg هذه مخزونة موجودة، فراح يتم قراءتها إلى object. هذا الأوبجكت هو pull image، هذه عملية القراءة. لو ردت أحول هذه الإيمج الآن، هذه الإيمج أقرأها بطبيعتها، طبيعتها زين، إذا كانت color فتقرأ colored image، فإذا كانت colored أريد أحولها إلى gray scale. طريقة التحويل إلى gray scale تكون بهذا، نفس العمل القراءة image.openempire.jpg، فقط أضيف .convert L بين single quotations، معناها أنت حولتها الآن من colored image إلى إلى gray scale. هذه العملية الثانية. طبعا إذا نشوف الحالة، هذه الصورة الملونة الأصلية وهذه الصورة نفسها بعد أن حولت إلى gray scale. وإحنا ذكرنا ليش نحتاج هذه التحويلات، واحد لطالما يسأل ليش نحتاج هذه التحويلات الكثيرة على الصور، منها تحويلت إلى gray scale، لأنه أحيانا طبعا الصورة إذا بحجمها الأصلي وبلونها الأصلي فهذه أولا تأخذ مني حجم بالذاكرة، تريد مني computations وعمليات زين حساباتية ورياضية كثيرة ومطولة، الأمر اللي يخلي يعني سرعة البروسيسنج أقل. لو كان عندي أنا هذا الإيمج بروسيسنج سيستم أو الكمبيوتر فيجن سيستم مستخدمه في تطبيق ريل تايم، ربما ما راح يكون ريل تايم لأن يأخذ وقت طويل بالبروسيسنج. إذا سلبيات كثيرة زين نتيجة يعني كبر حجم بعض الصور. ولذلك وإذا كان ما يأثر علي وما يأثر على البروسيسنج وما يأثر على محتويات الصورة، ليش ما أحولها إلى فورما أخرى أقل حجما؟ فأكيد أنا لما حول الصورة من RGB إلى Gray Scale أكيد أنا قللت الحجم مالتها. لما قللت الحجم مالتها قللت الذاكرة المستخدمة، زيادت سرعة البروسيسنج عن طريق تقليل عمليات الكمبيوتيشنز، وبنفس الوقت إذا استخدمت هذا الموضوع في تطبيق Real Time راح يتحقق عندي الريل تايم والزمن القصير للمعالجة. بس طبعا على شرط أكيد أنه هذا التحويل لا يؤثر على ماهية السيستم. السيستم هل يعتمد على الألوان؟ لو لا يعتمد على الألوان، طبعا إذا كان يعتمد على الألوان بعد ما أقدر أحولها إلى Gray Scale لأنه هو بالأساس يعتمد على الألوان. لكن إذا كان لا يعتمد على الألوان والألوان لا تشكل يعني شيء بالنسبة له، إذا ليش ما أحول إلى Gray Scale وأستفيد من الحجم الأقل والبروسيسنج سبيد الأعلى والكمبيوتيشنز الأقل؟ أريد أحول الصورة إلى فورمات أخرى، على سبيل المثال أريد أحولها إلى JPEG مثلا فايل. طريقة التحويل، هذا القطعة البرمجية جاي يقرأ مجموعة من الصور من ملف من فولدر اسمه N-File ويفتحهم ويخزنهم بطريقة أخرى، يخزنهم بطريقة يعني بفورمة أخرى، بفورمات أخرى. بعض الأحيان تعرفون الصور JPG وJPEG والبتماب وأمثلة كثيرة على التحويلات، فهو يريد يقراها بشكل ويحولها إلى شكل آخر، جاي يجبرها أن تتحول مثلا إلى هذا الفورم أو إلى أي فورم هو يريد. فطريقة التحويل أن الأوت فايل هو عبارة عن الصور اللي جاية من الإن فايل المخزونة في هذا الفولدر اللي هو إن فايل، وبعد أن يسوي لها عملية تحويل إلى .jpg. طبعا البايثون ذكي في هذه النقطة،
مجرد أن تعطيه extension ما يحتاج تقول له أن هذه الصورة هي JPG، مجرد أن تعطيه .jpg هو أوتوماتيكيا يفهم أنه أنت تريد تحولها إلى JPG format. أوكي؟ فالامتداد مباشرة يفتهم البايثون على أنه هو هذا الفورمات المطلوبة. هذه أيضا تحويلة. بعد عندنا الثمبنيلز اللي هي الصور بالحقيقة المجتزأة أو الصور المصغرة، أحيانا أحتاج أن أخذ جزء من صورة، يعني صورة مجتزأة أو صورة مصغرة، فأيضا أجيب الأوبجكت اللي أنا قاري، هذا الأوبجكت اللي ذكرناه فوق البول إيمج دوت ثمبنيل، وأحدد حجم الاجتزاء، إيش قد أريد أنا الحجم مالته 100 100 128 128، حجم الاجتزاء اللي أريده أحدده هنا. فأخذت هنا بهاي الحالة يعني جزء من الصورة الكلية، طبعا على شرط أن هذا الحجم هو أقل أو يساوي الحجم الكلي للصورة المدخلة أو المقروءة. بعد عندي عملية أخذ ريجنز معينة من الصورة، مو أريد الصورة يعني أصغرها، وإنما أريد أخذ جزء أو منطقة محددة من الصورة. أنا ما أحتاج الصورة بأكملها، ربما أحتاج إلى منطقة محددة من تلك الصورة، فأسوي لها عملية كروبينج. دالة الكروب هي اللي تجتزئ ريجن معينة، فالبول إيمج دوت كروب، وأنطي إحداثيات هذه الريجن عن طريق متغير نسميه بوكس. هذا البوكس أنا منطي أبعاد معينة، إيش قد تريد أبعاد هذه الريجن؟ عبارة عن بوكس مربع، تحددها على شكل بوكس مربع 100 100 400 400. طبعا هذه النقطة هي الأبر ليفت، وهذه النقطة هي اللور رايت، يعني إحداثيات النقطة الأولى هي 100 100 هي الأبر ليفت، وآخر نقطة اللي هي اللور رايت هي 400 400. فعن طريق هاتين النقطتين حددت البوكس اللي هو منطقة الريجن اللي أنا أريد أجتزئها أو قطعها من الصورة. هذه أيضا عملية. بعد عندي عملية الروتيت، أريد أسوي عملية تدوير، هنا عملية كروب عملية قطع إلى الصورة، أريد أسوي عملية تدوير إلى الصورة، أيضا عندي دالة الروتيت، أريد أسوي روتيشن ترانسبوز إيمج دوت روتيت 180 درجة، هنا سويت دوران بهذا الشكل. أو ممكن أستخدم أسلوب آخر للروتيت نفس الصورة، مو شرط 180 درجة، أريد مثلا 45 درجة، مباشرة أجيب الأوبجكت مالتي، هذه الصورة بعد أن قرأت وحولت إلى التحويلات المطلوبة دوت روتيت، دالة الروتيت أو الموديول روتيت، وحدد هنا الزاوية اللي هي كاونتر كلوك وايز أنجل، الزاوية اللي أريد أسوي بها دوران إلى الصورة. هذا أيضا عملية روتيشن. الريسايزنج، أريد أغير حجم الصورة، أعيد الحجم مالتها ريسايز، وأيضا السايز مالتها 128 128، هذه أيضا عملية ممكن أجريها على الصور. هذه تقريبا المكتبات اللي عددناها، الريسايز والروتيت والثمبنيلز وإلى آخره، هذه العمليات اللي أخذناها وتحويل إلى فورمات معينة، هذه كلها موجودة ضمن أول مكتبة ناخذها اللي هي مكتبة البول. إذن البول لايبراري مهمة لهذه العمليات الكروبينج والروتيتينج والكوبي والثمبنيلز وما شابه. هناك عمليات رياضية أخرى أو عمليات هندسية أخرى، هاي ما متوفرة في دالة البول، فمضطر ألجأ إلى المكتبة الثانية، هي مكتبة الماتبلوتليب. الماتبلوت لايبراري من يصير عندي شغل مع بعض الماثماتيكس والبلوتيك جرافس، رسومات بالحقيقة لمخططات، حتى أرسم بوينتس معينة أسوي، أو أرسم لاينز معينة أو كيرفز معينة على الإيمج، فدالة البول بعد هنا ما راح تفيدني، فمضطر ألجأ إلى مكتبة البول بعد ما تفيدني، ما تغطي لي الموديولز اللي بيها، ما يغطي لي، فمضطر ألجأ إلى اللايبراري الماتبلوت ليب. الماتبلوت بالحقيقة راح تعتمد اعتماد كبير على البيلاب انترفيس، ولذلك بالكودات راح نشوف كل الانترفيس المستدعات هي البيلاب أو البايثون لاب انترفيس. مثلا على سبيل المثال نبدا ببعض الامثله، اريد يرسم مثلا بار بلوت او باي تشارت او سكاتر بلوتس، اوكي، اريد يرسم هذه مجموعه الرسومات على سبيل المثال، اريد يعني يطلع فد انترست بوينتس زين ياخذها على الصوره،
او مثلا على ضوء الانترست بوينت يطلع مثلا فد اوبجكت معينه موجوده بالصوره تفيده هذه المكتبه. اذا عليه ان يستدعيها اولا، يحتاج طبعا الى الايمج موديول ايمج من اللايبراري بول لعمليه القراءه، لان هنا يحتاج عمليه قراءه الصوره. ثم بعد ذلك راح يستدعي الباي لاب، يستدعي كل الموديولز مات الانترفيس باي لاب اللي هو تابع لمكتبه الماتبلوت. هنا بعد ان قرا الصوره ورسم الصوره رسمها ام شور ام، اوكي هذا اوبجكت اللي يرسم بالحقيقه الاوبجكت ام اللي هو اوبجكت الصوره المقروءه، راح ياخذ بعض النقاط، راح يحدد بعض النقاط، مثلا النقطه اكس 100 100 400 400، والنقطه واي 200 500 200 500. طبعا هذا شلون راح يشتغل؟ هذا راح يشتغل بالطريقه التاليه. طبعا كل نقطه مثل ما تعرفون احنا نشتغل بال 2D بال 2 دايمنشن بالمستوي. المستوي طبعا الاكس هي عباره عن احداثيه، النقطه الوحده هي عباره عن احداثيه 2 كوردينيتس، يعني كوردينيت اكس وكوردينيت واي. فبالتالي النقطه الاولى معناها 100 ب 200، هذه هنا النقطه الاولى 100 من اكس و200 من واي، وعندي نقطه ثانيه 100 ب 500، وعندي نقطه ثالثه 400 ب 200، وعندي نقطه رابعه 400 ب 500 400 ب 500. اوكي يعني حتى نوضحها على الرسم شوي، خلينا نكبر الرسم. اربع نقاط هو بالحقيقه راسم على الصوره. هذه النقطه الاولى، هذه النقطه الاولى شنو احداثياتها؟ احداثياتها 100 ب 200، 100 على المحور السيني 200 على المحور الصادي. والنقطة الثانية 100 ب 500، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة 400 ب 200، والنقطة الرابعة هاي النقطة الرابعة احداثياتها 400 ب 500. اذا كم نقطة حدد على الصورة؟ حدد اربع نقاط حسب هالمثال، طبعا اربع نقاط او اي نقاط اخرى يريد يحددها حسب الاحداثيات المطلوبة. اوكي زين، حدد هذه النقاط بالاحداثيات سم بوينتس اللي هو يريدها على تلك الصوره. يقدر هسه بهاي الحاله يرسم هذه الاحداثيات بلوت، خلي يرسم خلي يحدد ان هذه النقاط هن صايرات على شكل نجمه حمراء. اهم شيء عنده الشكل، مثلا شلون يريده؟ يريده ستار، اذا يحدد هنا انه نجمه، وريد ريد يعني حمراء، فحدد اللون وحدد الشكل. وطبعا عنده خيارات، هو مو بالضروره نجمه، ممكن تكون نقاط، ممكن تكون بوينت مثل ما راح نشوف بالجداول، واللون مالتها ايضا يقدر يحدده. اذا حدد شكل النقاط، وراها يريد يرسم لاين يربط هذه النقاط. فمثلا يرسم بلوت مخطط ما بين اكس النقطه الثانيه من اكس وال يعني الريجمنت الثاني من واي، يرسم من زين من اكس ومن واي. هنا ايش راح يرسم له؟ راح يرسم اللاين هذا، راح يرسم هذا اللاين، هذا اللاين بالحقيقه اللي هو هذه النقطه وهذه النقطه، بين هذه النقطه وهذه النقطه، يعني الاولى والثانيه. هو عنده هاي الاولى، هاي الثانيه، هاي الثالثه، وهاي الرابعه، زين بين الاولى بين الاولى والثانيه، هذا يرسم لاين. وهكذا يقدر يكرر هذا اللاين، يريده مثلا بين الاولى والثالثه، بين الاولى والرابعه، بين الثانيه والثالثه، الثانيه والرابعه، يحددها عن طريق هذه الارجيومنت، هذه الارقام اللي خاصه بالاحداثي اكس والاحداثي واي. يريد يضيف تايتل معين لهذا الرسم، مثلا تايتل بلوتينج امباير، هذا التايتل هنا بلوتينج امباير دوت جي بي جي، هذا التايتل يضاف الى الصوره. طبعا الصوره باي ديفولت من تستخدم داله دوال المات بلوت راح تطلع لك محاور، تطلع لك المحور الصادي والمحور السيني يطلع على الصوره، حتى تقدر توزع الارقام والبوينتس والكيرفات اللي ترسمها. اذا باي ديفولت بالحقيقه هو يطلع لك اياها المحاور. حطيت هنا التايتل شو، راح يبدي يعرض هذا الرسم بشكل متكامل. تريد الصوره بدون على سبيل المثال ما يريدها بمحاور، عنده امكانيه ان يستخدم هذا الامر اكسس اوف. اكسس اوف راح يرفع المحاور ويطلع الصوره مثل هذا الشكل بدون محاور. هذا بالنسبه الى طريقه رسم نقاط معينه على صوره معينه. هسه يبقى ما هي الفورمز الموجوده؟ اكو نماذج كثيره للفورمز
هنا أكو جدول مثلاً بالنسبة للألوان، هل تستخدم R معناها اللون الأحمر، B للبلو، منطي جدول بالألوان وجدول باللاين ستايل، هل تريد الخط داشت، هل تريد الخط متصل، هل تريد الخط منقط، زين هذا لشكل الخط وشكل الماركر، هل تريد على شكل نجمة، تريد على شكل O، تريد على شكل S، تريد على شكل علامة زائد، منطيك بالحقيقة هذه الرموز كلها تقدر تستخدمها بال يعني اللاين ستايل وشكل اللاين وشكل البوينتس. هذا بالنسبة إذا تريد ترسم فد أشكال هندسية أو نقاط معينة على على إيمج معينة. الآن يريد يسوي بعض الرسومات الأخرى، يريد يسوي مثلا ما يسمى بالإيمج كنتورز. الكنتور يعني أشبه بحدود منطقة، يعني شلون تأخذ حدود منطقة معينة أو تأخذ حدود رقعة معينة. وعندنا أيضا مخطط ورسم آخر اللي هو الهيستوغرام. هذول الاثنين هم مهمين، هذول سبيشال بلوتس نحتاجهم في كثير من التطبيقات، نحتاج إلى الهيستوغرام أو نحتاج إلى الإيمج كنتورز. بالنسبة للإيمج كنتور لازم تحول الصورة إلى جراي سكيل، يعني إذا أعطيتك صورة معينة RGB colored فلازم تحولها إلى جراي سكيل، يلا توجد الكنتورز مالتها. ليش؟ لأن طبيعة الكنتور ما يأخذ إلا على single value، عرف الـ RGB ليس single value، عندك 3 channels فهو في طبيعته يشتغل على single channel لكل coordinate، فلازم تحولها إلى جراي سكيل، يلا تحولها يلا توجد الكنتورز مالتها. شلون نسوي كنتور؟ بعد أن تقرأ الصورة بالطريقة التقليدية، تقرأها وتحولها إلى جراي سكيل، convert L حولتها إلى جراي سكيل. طريقة عرض الكنتور، كنتور على الأوبجكت M، هذا هو الأوبجكت M image، و origin يساوي image، origin يساوي image. طبعا تقدر هنا تشتغل على الأكسس تنطي equal أو تنطي الأكسس off، المحاور تكون متساوية من حيث التدريجات والقيم، وما تريد تعرضها على الرسم، تريد تلغيها ما تبين يعني ما تكون مرئية فتنطيها access off. هذا بالنسبة إلى الكنتور، يعني شلون هسه هاي الصورة، هاي الصورة احنا شايفين الشكل الأصلي مالتها، فهنا فقط جاي يوجد حدود الصورة كنتور، زين هذا كنتور فقط على حدود الصورة، هذه لو ترجع للصورة الأصلية تلقى هناك وغيم، زين فراح يطلع هو فقط الحدود مات الصورة، هاي هي عملية الكنتورينج، دائما نطلع الحدود الموجودة. ونرجع نقول هذه التحويلات تفيدنا لتقليل حجم الصورة، لأنه بعض الأحيان أنا قد ما أريد الصورة بكل تفاصيلها، أريد فقط منطقة محددة أحددها بكيرف ومنحني معين، فهذا هو المنحني هو الكنتور، هو فقط اللي يفيدني فآخذه، هذا راح يوفر لي حجم الصورة راح يكون أقل، سيما أنه أنا حولتها إلى جراي سكيل فحجم الصورة أقل، تفاصيل كومبيوتيشنز ريال تايم أبليكيشن كلها راح تكون على الكنتور أفضل ما تكون على الصورة الأصلية. هذا بالنسبة إلى الكنتور وطريقة رسم الكنتور بالبرمجة. عندي الإيمج هيستوغرام، أوكي الهيستوغرام ببساطة ما هو الهيستوغرام؟ الهيستوغرام يراويني الديستريبيوشن أوف بيكسل فاليوز. الصورة مثل ما اتفقنا مسبقا، الصورة هي عبارة عن مجموعة كبيرة من البيكسلز، وكل بيكسل لها فاليو معينة، حتى أشوف النورمال ديستريبيوشن، أريد أشوف النورمال ديستريبيوشن لهذه البيكسل فاليوز وين متركزة أكثر القيم. طبعا البيكسل فاليوز هي عبارة عن الانتنسيتيز، يعني الشدد لهذه النقاط، فأرسمها على شكل هيستوغرام، فهو مخطط بياني يعطيني الديستريبيوشن للبيكسل فاليوز. الدالة اللي تسوي لي عملية رسم الهيستوغرام، هذه الدالة هيست فانكشن، فأجيب كلمة فيجر حتى أسوي نيو رسمة جديدة، لابد نسوي رسمة جديدة حتى هنا طبعا، حتى في هذا أيضا بالرسم السابق يعني بالكنتور، أول ما تبدأ بالفيجر حتى يسوي لك نيو فيجر، بعدين تستخدم الجراي سكيل أكيد حوله إلى جراي، وأنه بترسم الكنتور نفس الكلام هنا فيجر وهست. الهست بين قوسين أكو شيء، ما هو هذا الشيء؟ الإيمج دوت فلاتن، يعني الأرجمنت الأول هو الفلاتن، يسوي عملية فلاتن إلى الهيستوغرام، والأرجمنت الثاني هو 128 وشو للعرض. الفلاتن مثل ما يعني ذكرنا عملية الفلاتن هاي ضرورية،
ان الايمج تحتاج الى اولا لازم اسوي لها عمليه فلاتين اوكي لانه الهيستوغرام في طبيعتها تحتاج الى وان دايمنشنال اري فلازم اسوي لها فلاتين. الصوره من تجيني تجيني على شكل مصفوفه مصفوفه 2D فانا ما تفيدني 2D لانه الهيستوغرام ما يشتغل على 2D لازم يشتغل على 1D فالفلاتن يحولها الي من 2D الى 1D يعني مصفوفه ياخذها من ثنائيه البعد الى يسويها احاديه البعد. فالهيستوغرام اول ما يسوي فلاتن للمصفوفه للايمج وانه يجيب الرقم الثاني اللي هو الارجمنت الثاني هذا يمثل يقولون عليه النمبر اوف بنز يعني عدد البارات الرسم كم بار تريد موجود به مثلا هسه هذا تحسب هنا كم عمود كم بار لو نحسبهن يطلع في حدود 128 بار يعني تمثيلك للرسم للهيستوغرام يكون بكم بار تحدده يطلع في حدود 128 اذا حددت هنا 128 بار اذا النمبر اوف بنز او بارز خلينا نقول الافضل هي بنز بنز يعني تيجي ترجمتها بمعنى هذه الصناديق الصغيره هذه المستطيلات الصغيره هذا في ما يتعلق بالهيستوغرام. بعد عندي بعض العمليات الاخرى يسميها الانتراكتيف انوتيشن. الانتراكتيف انوتيشن اكو بعض الاملاءات اكو بعض الحواشي اكو بعض الاشياء اللي تمليها على الصوره تكتبها على الصوره تعتبر تفاعليه اوكي تكتب على الصوره في اشياء معينه تعتبر هذه الاشياء اشياء تفاعليه مثل ايش هذه الاشياء اللي تنكتب على الصوره اوكي اذا sometimes user need to interact with an application اريد يتفاعل مع تطبيق معين يضيف بيانات يضيف فالتعليقات وهكذا فتحواشي معينه training data يعني بعض البيانات اللي جايه منها الصوره او تحتاجها الصوره المهم فشيء ما تكون عن طريق داله اسمها الجي انبوت الجي انبوت شلون بعد ان تستدعي هذه المكتبات وتقرا الصوره الان صوره قريتها وعرضتها تريد تقرا مثلا 3 بوينتس فتقول له اكس يساوي جي انبوت 3 جي انبوت 3 يعني انقر ثلاث نقاط بما انه انا اريد تفاعليه فبدل ما النقاط انطي احداثياتها من عندي لا اخذ احداثياتها عن طريق النقر بالماوس على الصوره فراح يطلب من عندي ان انقر ثلاث نقرات على الصورة في ثلاث مناطق حتى ينطيني إحداثيات تلك النقرات. النقرة الأولى انقرتها نقطة راح ينطيني إحداثيات تلك النقطة. النقرة الثانية في منطقة ثانية راح ينطيني إحداثيات تلك النقطة وهكذا. فهاي تفيدني أكثر لأن بعض الأحيان أنا من أريد أطلع ريجن معينة من الصورة أريد أطلع ريجن معينة من الصورة أنا ما أعرف بالضبط إيش قد إحداثيات النقاط المكونة لتلك الريجن. فصير صعب علي يعني طريقة متفاعلية لأن أقعد أخمن. فاطلع نقاط زين وتطلع مو هي اطلع اختار نقاط ثانيه وتطلع مو هي فغالبا تعتمد على طريقه المحاوله والخطا وهذه تطول ليش ما اعتمد على الطريقه التفاعليه على الصوره الريجن اللي اريدها انقر على بدايه المنطقه يقرا لي اول نقطه على نقطه ثانيه نقطه ثالثه نقطه رابعه وهكذا ثلاث اربع نقاط تتحدد عندي احداثيات تلك النقاط حتى اذا اريد من خلال هذه النقاط ارسم كنتور ارسم كيرف معين ارسم رسمه معينه فهذه الحواشي التفاعلية عن طريق الجي انبوت اقرا نقاط معينة من الصورة. هذه تعتبر training data او تعتبر بيانات لغرض مثلا تحديد region معينة. هاي الكورتينيت اللي اقراها عن طريق النقر راح تخزن في قائمة هذه القائمة نسميها X على سبيل المثال لخزن تلك النقاط. هذه تقريبا ابرز العمليات في اللي نحصلها من المكتبه اللي هي المات بلوت لب. اذا صارت مكتبتين لحد الان مكتبه البول وبها عمليات ومكتبه المات بلوت لب وبها عمليات. المكتبه الثالثه هي النمباي من المكتبات المهمه جدا حقيقه مكتبه النمباي اللي هي ايضا مكتبه او باكج معينه هاي غالبا تستخدم لاغراض يعني اغراض الساينتفك كومبيوتنج. اوكي اذا بدي اسوي بعض العمليات الحساباتيه والعمليات الحسابيه العلميه الجا الى NumPy num من numerical python lib مثلا عمليات على الاريز عمليات تتعلق يعني عمليات تتعلق باللينير الجبرا الاريز ومتعلقاتها مثلا بدي اسوي ماتريكس مالتيبليكيشن ترانسبوزيشن بدي اسوي مثلا سولفينج ايكويشن بدي اسوي فيكتور مانيبيوليشن نورماليزيشن هذه كلها يعني عمليات على الصور
أريد أسوي warping images، أريد أسوي modeling، أريد أسوي classifying، أريد أسوي grouping للimages. هذه كلها عمليات تحتاج شوية رياضيات، وهذا الرياضيات لازم أجيب لي مكتبة تدعم هذه العمليات الرياضية. فمكتبتنا اللي تدعم هذه العملية الرياضية، عمليات رياضية، هي النمباي. هذه العمليات راح نمر بها بإذن الله في ونأجلها للمحاضرة، الجزء الثاني من هذه المحاضرة. شكرا جزيلا لكم الدكتور علي أحمد عبد. مع السلامة.